بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم، قناة بانوراما للأعمال الخشبية. اللي متابعنا لأول مرة لسه وأول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة يا أحبابنا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد إن شاء الله. وكمان ما تنسوناش في اللايك، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، مهم يا جماعة جدا عشان برضو تدعمونا وتدعموا الفيديو ويوصل لأكبر عدد ممكن ان شاء الله. النهارده معانا مقطع جميل ولذيذ وترفيهي، ازاي نستفيد من الاشياء اللي بنبدلها عندنا في الشقه وبنعيد تدويرها بدل ما نرميها في الزباله، او في القمامه، ازاي نستعيد تدويرها تاني ونستفيد منها بدل ما نرميها يعني، ونعمل بها اشكال بسيطه وجميله. النهارده معانا شمعات الفلتر، شمعات الفلتر اللي احنا بنبدلها دي شمعه الفلتر اهي، بدل لما بنيجي نبدلها وبنرميها، لا احنا النهارده ممكن نستفيد منها ونعمل لعبه ظريفه وجميله للاطفال. هقول لكم ازاي. هنجيب قطعه خشب زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ايد المقشه مثلا، ونعمل لها خشب وبنعمل لها مثبت، وكمان بنعمل لها عمود دوران زي ما حضراتكم شايفين كده، ده عمود دوران اهون. هقول لكم في الشمعه الثانيه، ده العمود الدوران زي ما حضراتكم شايفين كده، ده عمود دوران اهوت، وبنزرعه في الشمعة علشان نعمل منه لعبة جميلة ولذيذة جدا للأطفال. بعد ما بنعمل صوابع مدورة، بنثبتها في قطعة كونتر، دي قطعة كونتر اهي، بنثبتها من الناحيتين، الناحية اليمين ومن الشمال، ونعمل عمود خشب زي ما حضراتكم شايفين كده، وبندبسه وبنثبته في اليد، بنعمل يد مدورة ونلفها كده بشكل جميل زي ما حضراتكم شايفين كده، ملفوفة بشكل جميل زي ايد المقشة او ايد اعزكم الله المساحة يعني، وبنعمل منها لعبة بسيطة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. دي لعبة للأطفال زي عجلة كده بسيطة، طبعا هي حاجة بسيطة بس بدل ما بنرميها زي ما حضراتكم شايفين اهي، جميلة وشكلها بسيط. بدل ما بنرميها لا بنستفيد منها يعني، برضه هنمشيها على الأرض زي ما حضراتكم شايفين، جميلة جدا ما شاء الله وبسيطة للأولاد، حاجة يفرحوا بيها. بدل ما بنرمي الشمعات وبنعملها مثلا زبالة، لا احنا بنستفيد منها أفضل. بتمشي على الحيطة كمان وبتدي صوت عشان الرمل اللي فيها والفضلات اللي فيها كمان، والرواسب بتدي صوت كمان. ديت واحدة. الشمعة التانية بقى معانا اهي برضه اللي هي الفل، دي الشمعة التانية الفل اهي، نفس الشيء برضه. كمان ممكن نعملها رولة يعني، ممكن نعملها رولة كمان للنقاشين. تمام كده، دي الرولة اهي ممكن للنقاش اللي نبيعه، على فكرة متينة جدا زي ما حضراتكم شايفين، متينة جدا ومتمتنة وبمسامير يعني، ممكن النقاش يستخدمها كرولة. طبعا لو هيستخدمها كرولة هيعمل اليد طويلة أطول من كده، شكلها حلو جدا وجميلة زي ما انتم شايفين في النقاش يعني. كمان ممكن تستخدمها انت حتى في البيت عندك لو بتلون ولا شيء، بدل ما تشتري رولة ب 50 جنيه او 40 جنيه، ما اعرفش اسعارها بصراحه، بس زي فرشه كده جميله. وفي النهايه ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات ورايكم في الفيديو وازاي نستفيد، وان شاء الله معانا فيديوهات تانية كتير هنستفيد منها برضه، وهنقول لكم هنستفيد منها ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.